كيف بنقوي جهاز المناعة؟ جهاز المناعة أول شيء ببلش مش هلأ بثلاث أيام بدنا نغير جهاز مناعتنا، بس ديجا فينا نبلش بهيلثي لايف ستايل، إنه مننظف أول شيء جسمنا بالفيتامينز أو بالأكل اللي بناكله، الأكل الصحي. هلأ يلي مش عايش هيلثي لايف ستايل، تكون صريح، في ناس مش عايشة هيلثي لايف ستايل، هلأ بدها تقوي، كيف تقوي هلأ؟ بالوقت الحالي لازم نبعد عن كل شيء بيقوي الانفلاميشن بالجسم، الالتهابات، ونبتعد يعني عن السكريات والأطعام المصنعة. فينا ناخد فيتامينز مثل فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين اي، بس إذا بدنا إياهم طريقة أسرع فينا ناخدهم يمكن عن طريق المصل، بس هلأ ما بعرف قديش هذا الشيء متاح لأدنا. نعم، زنك. الزنك مش كبريفنشن، مش كقبل ما الواحد يلقى كورونا، هلأ لا سمح الله إذا حدا لقى كورونا بعد الوباء إصابة. يعني بعد الإصابة exactly في يبلش بالزنك، لأنه هذا الشيء بيساعد الأكتيف إميون سيستم إنه يحارب أكتر. شخص مثلنا لقى كورونا شو بيصير فيه؟ إذا شخص هيلثي والجهاز المناعة تبعه قوي ما بيصير شيء، يمكن عوارض عادية. في عالم بتقطع عندهم بيفكروا يمكن عاملين أليرجي بسيطة، ويمكن ما بيعملوا حرارة، مش ضروري كل العالم تعمل حرارة، بس لما يقولوا في حرارة ولما يقولوا في سعلة كتير قوية، هاو ديل الجنرال سيمبتومز، يعني العوارض بيصيروا حالات مستعصية يعني بنسميهم؟ لا مش حالات مستعصية، مش ضروري. في عالم يكون عندهم جهاز مناعة قوي ويبينوا عندهم هودي العوارض. كيف نعرف إذا جهاز مناعتنا قوي ولا لا؟ إذا ولا مرة اختبرناه. في فحوصات معينة بتنعمل؟ أكيد أكيد في فحوصات معينة بنقدر نعرف إذا جهاز مناعتنا قوي. هلا نحن مفروض كل إنسان بالحالة الطبيعية بغض النظر بوجود الكورونا أو عدم وجود الكورونا، لازم كل شخص يعمل تشيك أب كل 6 أشهر لحاله. يعني شوف إذا عنده نقص بفحص دم، فيتامينات معينة بفحص الدم بيبين إذا جهاز مناعة منيح ولا لا. أكيد أكيد، يعني في كمان فحوصات كتير معينة، في فحوصات للفيتامينز، في فحوصات للمينرالز بالجسم، لحتى يشوف الواحد إذا كل شيء ماشي مزبوط. طيب أكون حال من إيجابيات هاي الشغلة، مثل ما كان عم بيقول جوزيف إنه في إلها كتير إيجابيات، إنه هي التوعية. يعني نحن صار الناس أوعى اليوم، ما كنا ننتبه لهالاشياء، انه على طول ننتبه لانه هي من فوق انه يي هلا صار في كورونا خلينا نشوف شو بدنا ناخذ تنقوي المناعه عنا. هي لازم تكون سيستم، يعني انه نمشي فيك على طول على طول ننتبه لمناعتنا ونقويها. بس دكتور نحن عم نحكي كثير عن جهاز المناعه. بروفيسور نسناس شفناه مع مارسيل غانم وقال انه اذا كثير قوي جهاز المناعه بصير يضرنا، ما بيقعد يفيدنا خاصه مع الكورونا. يعني كيف يعني هون صرنا عم نحكي بمطرح بدنا نقوي وناس بتقول لك ما تقوي جهاز المناعه؟ هلا كل شيء عدل هو الافضل. لما يكون الدكتور ناس كان عم يحكي لما بيصير في شيء اسمه اوتو اميون، يعني جسم بيصير عم يحارب نفسه، عم يحارب حاله. بس انا سؤالي اليوم، يعني مثل ما قال بيير، نحن كنا كل حياتنا بركي منا هيلثي واللايف ستايل تبعنا مش عم نركز اكثر على الاميونيتي تبعنا. هل بهالجمعتين او شهر او شهرين اللي نحن قاعدين فيهم بالبيت بنقدر نحسن هالشيء؟ اكيد. يعني ليش عم نعمل حجر صحي؟ عم نعمل حجر صحي هي فترة الانكوبيشن، لأنه نحن إذا ما بنعرف حالنا إذا نحن حاملين هالفيروس ولا لا، بهال 14 يوم اللي موجودين فيه بقلب البيت مفروض نعرف، لأنه يمكن نكون برات البيت وما يكون عندنا هالرفلكس المزبوط. مش كل العالم عندهم نفس الرفلكس إنه ينتبهوا لشو عم يعملوا. سو بهال 14 يوم بيقدر يبين عنا إن كان بالعوارض، إن كان مش معقول هالقد يضل بيقولوا أسيمتوماتيك بلا ولا عارف.